أول حاجة ديت ميداليتين ذهبيتين في البطولة الإفريقية بالمغرب. نقدر نقول لك كانت هذه يعني العودة ديالي وعاودت تفتح لي باب جديد. أكيد هذا الشيء ما كانش سهل، لأنه هي آخر بطولة إفريقية قبل الألعاب الأولمبية. كذلك يعني أكيد كانت في الأراضي المغربية، وما يخفلناش أنه المغرب ولا مصر ولا ما راحينش يعني يسمحوا في هذه الميدالية. لكن الحمد لله يعني بعد توفيق الله عز وجل وبعد لو ترافاي اللي خدمناه، الحمد لله قدرت نعاود نولي الواجهة. بكل صراحة يعني فيما يخص الألعاب الأولمبية، كنقول لك في سنة 2018 يعني مومون دوني جي بيردو اسبوار باسكو جوزت يعني اني بلونش. دونك رجعت بزاف في هذا الرانكينغ، والرانكينغ هذا هو الترتيب العالمي اللي من خلاله يحسبوا النقاط تاع الألعاب الأولمبية. يعني نقدر نقول لك كنت مع العشرين الأوائل كي خرج هذا لو توب رانكينغ. من بعد يعني خرجت كامل وليت واقيل 99 ولا 98. مي الحمد لله يعني بهذه البطولة الإفريقية هي اللي قلت لك عاود فتحت لي فريمون باب الألعاب الأولمبية، وكما نقولوا فيه أمل إن شاء الله. وخاصة كاين تورنوا كاليفيكاتيف في باريس إن شاء الله موادمي، راح يعني لي كلاسيو في البوديوم لي 3 بروميي راح يعني عندهم رخصة للأولمبية. قبل هذا كنت انا بطله الجزائر في الكاتا والكوميتي يعني منذ سنه 2004، وانا ندير كاتا كوميتي، حتى عندي لقب بطله عرب في الكوميتي. لكن في سنه 2009 يعني كان لازم الاختيار ما بين الصيفين، يعني بكل صراحه كنت متفوقه في الكوميتي، لكن يعني التحدي والكاتا بور موا سان تحدي، وهي يعني اصعب بكثير من الكوميتي. ونقدر نقول لك يعني في الجزائر ولا كوميتي عندنا الله يبارك ابطال عندنا، لكن كاتا ناقصين شويه يعني عندنا الله يبارك مواهب عندنا، ولكن بارابور الكوميتي ما كاش بزاف. مستوى الكاراتيه نقدر نقول لك لا فريمون ايفولوي بارابور، الحمد لله من 2009 لهنا. 2009 الحمد لله كنا تحصلنا على بطوله عالميه لقب بطله عالم، يعني نقدروا نشوفوا لو كاراتيه الجيريان راهو يبروغريسي. واشاك فوا انا واش نقول برك لازم شويه دعم، شويه دورات، شويه، لانه عندنا امكانيات كما نقولوا امكانيات رهيبه فرديه في هذه الرياضه اللي يقدروا يديروا نتائج جد وجد وجد مشرفه. التخمام اللي كان عندنا بكري والتخمام اللي راهو اكتويلمون سي با باغي، سورتو كانت المراه يعني خاصه ما نقولوش نقولوا رياضه نسويه، لكن نزيدو نقولوا في لي زار مارسيو بوكو بلوس ما كانوش بزاف. مي جو فوا كو اكتويلمون لا فام او كونترير يعني نقدر نقول لك تفتح، لانه هذه الرياضه انا بور موا سان ريان افوار مع الاسلام ولا مع الاوروبا او كونترير. مي نقدر نقول لك صرا هناك تفتح، ورانا نشوفوا بلي اخراط المراه في جميع الرياضات راهو اكثر، وحتى يعني احنا في ليكيب ناسيونال ولا الحمد لله. كل صراحه انا كنت اخترتها لانه هذه الصحافه انا قريتها باسكو حبيتها، لكن نقدر نقول لك بالك القدر والمكتوب هو اللي خلاني نخرج ونروح من هذه المهنه، لكن قلبي مازال متعلق بها. ان شاء الله بوركوا با بور لو مومون عندها 3 ans دونك. مي انا تبان لي تاع باسكيت، تبان لي تو ديبو لا مورفولوجي تاعها، مي بوركوا با ان شاء الله تزيد عام ندخلها سبور. نقول لهم عيد سعيد كل المرأة الجزائرية بمناسبة 8 مارس، وان شاء الله كما نقول لكم الحراير يقول لك مجتمع بدون مرأة
ناقص وما كاش، وان شاء الله يا ربي كتسوى المراه الرياضيه ولا المراه الماكثه في البيت ولا اي وحده، ربي ينجحها وربي يفرحها. وخاصه نقول لهم المراه لازم دير كونفيونس في روحها، لانه عندها قلب ام، قلب مراه، قلب كل اخت، كل شيء.